بسلسلة نهائية شهدت الكثير من الإثارة، التقى الرياضي والهومنتمان بالمباراة الخامسة والحاسمة من بطولة لبنان لكرة السلة لدى السيدات على ملعب قاعد صائب سليب بالمنارة. وكان الفريق الضيف الطرف الأفضل بالربع الأول، حيث نجح بالحد من قوة أصحاب الدار الهجومية ليتقدم الهومنتمان 12-8 مع نهايته. إلا أن سيدات الرياضة قدموا أداء دفاعي مميز مع انطلاق الربع الثاني ومنعوا الضيوف من تسجيل أي نقطة بالدقائق الخمس الأولى، والسقوط الهومنتمان بمرات عديدة بالكلاك فيوليشن لينتهي الربع الثاني بتقدم الرياضة بفريق سلة. إلا أن سيدات الفريق البرتقالي انتفضوا بالربع الثالث وأنهوا لمصلحتهم بنتيجة 36-31. بدل الطرفين السلات بالربع الأخير حيث حافظ الهومنتمان على تقدمه، إلا أن الرياضة نجح بمعادلة الأرقام بقيادة تمارا خليل قبل ما تضرب ربك عقل الضربة القاضية قبل دقيقة على نهاية المباراة. شادا بتمرر لبرا عند ربك اللي بتسدد على لا 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 ربك عقل بتضرب من المسافة البعيدة بوقت حساس. ونجحت بالتالي سيدات الرياضة بالاحتفاظ باللقب بعد سلسلة ماراثونية انتهت 3-2 ليضيفوا هالإنجاز إلى لقبي بطولة العرب وغرب آسيا.